للمزيد حول الأزمة الروسية الأوكرانية والتصعيد المستمر بين روسيا والغرب، ينضم إلينا عبر سكايب من كييف رئيس تحرير وكالة بالعربي الدكتور محمد فرج الله. دكتور محمد، بداية مرحبا بك. مساء الخير دكتور محمد. يعني لنبدأ بداية من شعار هذا الشعار العاطفي، شعب واحد في بلدين. يعني هذا الشعار لطالما روجت له موسكو بحسب ما يرى الكثير لجر أوكرانيا إلى المربع الأحمر. كيف يمكن قراءة هذا الشعار العاطفي في الدهاليز السياسية والعسكرية دكتور؟ هذا الشعار لا يوجد له أي أساس من الصحة، وهو شعار مختلق صنعته روسيا منذ قرون كثيرة لاستعباد أوكرانيا. فلو عدنا قليلا إلى التاريخ، حتى في ظل الإمبراطورية الروسية التي قامت تقريبا 300 عام وانتهت عام 1917، كان الشعب الأوكراني مضطهد، وكان من يكتب اللغة الأوكرانية والشعر الأوكراني كان يعدم أو ينفى. وفي عام 1917 عندما انهارت روسيا القيصرية وحصلت الشعوب الأخرى على تغيير مصيرها، وقامت الدولة الأوكرانية الأولى الجمهورية الأولى 1918 ودعمت واعترف بها عالميا، انهارت هذه الدولة في عام 1922 على يد الزحف الروسي السوفيتي القادم من موسكو. أيضا الأوكرانيون أدركوا هذا الدرس جيدا، وفي عام 1990 عندما استقلت أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي وقرر كل شعب مصيره، أو أوكرانيا متمسكون بهويتهم وثقافيتهم وبالدولة الأوكرانية. ذلك ليس شعبا واحدا، نعم هنالك تاريخ مشترك إلى حد ما، ولكنه تاريخ المحتل والمحتل له. إضافة إلى أن أوكرانيا لم تنضم للاتحاد السوفيتي طوعة إنما بالدم، إضافة إلى أن التاريخ الماضي من المذابح والمجازر والمجاعات التي عاشها الأوكرانيون على يد الروس لم ينساها أحد. ولكن في واحد عام 1990 سطر الشعبان صفحة جديدة بأن هنالك دولتين مستقلتين، أوكرانيا وروسيا، تعيش بأمان وبجوار. وبموجب هذه الرؤية الأوكرانية في عام 1994 أوكرانيا تنازلت عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم بموجب اتفاقية بودابست، فقط مقابل ورقة. هذه الورقة اسمها اتفاقية بودابست، بضمان من روسيا وبريطانيا وأمريكا لضمان وحدة أراضي السيادة الأوكرانية. وفي عام 2014 عندما قام هذا الأخ بين قوسين الأكبر الروسي واحتل القرم ودعم الانفصاليين في الشرق، هذه الأوهام تسربت، وأيقن الأوكرانيون بأنه عليهم بناء دولة مختلفة وشق طريق مختلف، وبدأوا بالتحالف مع الغرب ومع الشرق ومع كل دولة يمكن أن تحميهم من المد الروسي. لذلك ما يمكن أن أوصفه حاليا بأن ما يجري حاليا من تحالفات في أوروبا الشرقية هي عبارة عن مرآة للفشل السياسي والدبلوماسي الروسي، الذي لم يستطع أن يكسب دولة جارة تربطه بها 1500 كيلومتر من الحدود وتاريخ مشترك إلى حد ما، وهذه الدولة بحث عن حليف لها خلف المحيط. طيب. لذلك هذه ليس شعبا واحدا، واليوم ما أكثر شيء ما يثبت هذا الأمر الأزمة القائمة ومحاولة بوتين من جديد تدمير الدولة الأوكرانية. بالنظر إلى مجريات الأحداث وهذه الأزمة، المقاتلات الروسية تمنع مقاتلات حلف الناتو من الاقتراب من أوكرانيا، في المقابل تقوم بالتحشيد على الحدود مع أوكرانيا. يعني روسيا هنا، ننتقل إلى توقعات ردة فعل حلف الناتو تجاه هذا التصعيد الروسي في المنطقة، كيف تنظر إليه؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا، وأتمنى أن يكون لك سعة صدر في الإجابة. في العام الأخير الاتحاد الأوروبي أبدأ ضعفا وتراجعا في المواقف تجاه دعمه لأوكرانيا. بوتين قرأ هذه الإشارات بأنه الفرصة حاليا سانحة للانقضاض على أوكرانيا ولأخذ ما يريد منها. الحلم بوتين كان عام 2014 بأن يقتطع من أوكرانيا 8 أقاليم، الأقاليم الجنوبية والشرقية، ويؤسس دولة يسميها روسيا الجديدة، وتكون هذه الدولة منعزلة عن أوكرانيا ودولة تكون أو دولة جديدة بشريط فاصل. ولكن استطاع فقط أن يحتل جزءا من أقليم الدنباس،
والجيش الأوكراني سرعان ما استعاد قوته وأوقف الزحف الروسي. لكن في عهد الرئيس الأوكراني السابق باراشينكو، أوكرانيا كسبت تعاطفا غربيا ودعما أوقف المد الروسي. في عهد الرئيس الحالي الذي بدأ يبدي تعاطفا أو محاولة التواصل مع بوتين، بوتين قرأ ذلك بالضعف. وعندما تنازلت ميركل عن العقوبات الأوروبية ضد روسيا على خط الغاز الشمالي أثناء، إضافة إلى التجربة التي أجريت قبل حوالي شهر على الحدود البيلاروسية البولندية فيما يخص المهاجرين، وأوروبا أيضا تنازلت، ظن بوتين بأن الآن الفرصة سانحة، فحشد القوات ما لا يقل عن 150 ألف جندي مع حدود أوكرانيا قاعدتين عسكريتين على أراضي بيلاروسيا، وهنالك تعزيزات مدفعية كبيرة في القرم، وهو محاولة لهجوم على أوكرانيا من ثلاث جبهات، الشرق والشمال والجنوب. ولكنه لم يتوقع أن الناتو ليس الاتحاد الأوروبي، فكان موقف الناتو واضحا بأن سيناريو عام 2014 لن يتكرر، وأنه حاليا إن قامت بالتوغل في الأراضي الأوكرانية سيكون الرد واضحا وحاسما. أما واشنطن ففي الحديث بايدن كان أكثر وضوحا بأن العقوبات التي وصفها بالجهنمية ستفرض على روسيا إذا ما أقدمت على الغزو، إضافة إلى أن واشنطن للمرة الأولى تمنح أوكرانيا منظومة صواريخ ستينجر، وهي صواريخ نوعية أرض جو، وكذلك دخول المدمرات الأمريكية من الأسطول البحري السادس إلى المياه الإقليمية الأوكرانية لحماية أوكرانيا من غزو جوي محتمل، إضافة إلى صواريخ جافلين، إضافة إلى وصول أوكرانيا 500 مستشار عسكري أمريكي، كلها إشارة واضحة بأن واشنطن لن تتنازل عن أوكرانيا، وأنها حاليا تتعامل مع الأزمة بشكل مختلف تماما. هنا بوتين رأى نفسه في أزمة، من جهة صعب عليه التراجع دون أي مكاسب، ومن جهة أخرى لو تقدم ستكون العواقب وخيمة، فهو يحاول حاليا تحقيق على الأقل مكاسب سياسية، وهي عندما قالها بصريح العبارة قبل يومين، طلب من حلف الناتو بأن الناتو لن يتمدد إلى الشرق، وأن الناتو لن يقبل في المستقبل عضوية جورجيا أو أوكرانيا، وكان رد الناتو كذلك واضحا بأنه من يقرر ذلك الناتو والدول التي تريد الانضمام. بالعكس كانت نتيجة أكثر ردة فعل، وحتى هذا العام لو تبعنا التصريحات كانت أوكرانيا تطلب العضوية بالحلف، والحلف يقول الوقت ليس مناسب، عليكم إجراء إصلاحات وغير ذلك. هذه أول مرة الحلف يقدم الدعوة لأوكرانيا، أي أن روسيا ما تريد أن تحصل عليه تحصل دائما على نتيجة عكسية. أوكرانيا اليوم استطاعت إقناع دول أوروبا الشرقية، وهي أقصد هنا البلطيق وشرقية ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، بأنه أوكرانيا تحمي حدود أوروبا وليس أوكرانيا، فإن سقطت أوكرانيا سيعود سيناريو عام 1939 عندما قسمت بولندا باتفاقية سرية بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية، قسمت على أن تكون منطقة عازلة، ولكن ما أن قسمت أصبح التمدد شرقا غربا عفوا نحو الاتحاد نحو أوروبا وتوغل. أخيرا دكتور، يعني هل ينتظر أن تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو؟ كلما شعر الناتو بأن هنالك فعلا خطر أكبر على أوكرانيا، بالطبع هو معني اليوم بضمها، لأن أوكرانيا داخل الحلف يوجد حلف آخر يدعمها. هذه الدول السبع التي أشرت إليها تشعر بالقلق من الرغبة الروسية باحتلال أوكرانيا، لذلك هم معنيون بإيقاف الحرب على حدود أوكرانيا وليس على حدودهم. لذلك نيتو حاليا يقول كل الخيارات مفتوحة وكل أمور واردة، هنا الأمر يعتمد كيف ستتعامل روسيا مع الأزمة، هل ستغير سياستها في الحديث مع جارتها أوكرانيا أم ستستمر في التصعيد. نعم، إذا سيناريو القرم يلوح في الأفق برأيك؟ بالطبع كل احتمالات واردة، وهنالك خارطة للغزو مسربة نشرتها الصحيفة الألمانية بيلد، طبعا الخارطة لم تأتي من فراغ، تتحدث عن غزو محتمل للمنطقة الجنوبية، لأن روسيا فشلت في خلال ثمان أعوام في تأمين القرم بالمياه العذبة، فهي بحاجة إلى احتلال إقليمين إضافيين وهو خيرسون وميكولايف كي تصل إلى مياه الدنيبرو لكي تؤمن القرم بالمياه، والا فعلا القرم يصبح في ازمه وسيكون هنالك امل لاوكرانيا ان تعيده. لذلك الاحتمال بالطبع يبقى واردا بانه فعلا قد تقدم روسيا على اخطاء، وهي الاجتياح الاراضي الاوكرانيه. هذا كله وارد.
شكرا لك دكتور محمد فرج الله، رئيس تحرير وكالة بالعربي، كنت معنا عبر سكايب من كييف.